السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو او 16/6/2020، عندنا ثلاث بطولات هنا على الموقع ده. الدوري الاسباني الاسبوع 29 استكمالا للجوله 29، ختافي هيلعب مع اسبانيول الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهره، باقي التوقيتات في اخر الفيديو. القناه الناقله بي ان سبورت 3 والمعلق هو مدر اليوسف. فياريال هيلعب مع مايوركا في نفس الموعد. القناه الناقله بي ان سبورت 2 والمعلق هو سوار الذهب. برشلونه هيلعب مع ديبورتيفو ليجانيس الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. القناه الناقله بي ان سبورت 1 والبي ان سبورت 3 والمعلق علي محمد علي. الدوري الالماني الاسبوع 32 مونشنغلادباخ هيلعب مع فولفسبورج الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة والمعلق محمد بركات. فيردر بريمن هيلعب مع بايرن ميونخ الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة بي ان سبورت 5 والمعلق حفيظ الدراجي. فرايبورج هيلعب مع هيرتا برلين الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة أيضا. القناة الناقلة بي ان سبورت 6 والمعلق أحمد عبده. ويونيون برلين هيلعب مع بادربورن أيضا الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والقناة الناقلة بي ان سبورت 4 والمعلق جواد بدا. الدوري البرتغالي الاسبوع 27 سانتا كلارا هيلعب مع بورتومونينسي الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. القناه الناقله سبورت تي في 1 سبورت تي في 3 البرتغاليه. وديسبورتيفو الافيس افيس ديسبورتيفو افيس هيلعب مع بورتو الساعه 10:15 مساء بتوقيت القاهره. القناه الناقله بي ان سبورت اس بي سبورت تي في 1 وسبورت تي في 3. وعن دور المحترفين الفلسطيني، ترجي وادي النيس هيلعب مع هلال القدس الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة الأسبوع 21. وثقافي تلكروم هيلعب مع شباب الخليل الساعة 4 مساء أيضا بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة الفلسطينية الرياضية. أهلي قلقيلية هيلعب مع شباب السموة أيضا 4 مساء بتوقيت القاهرة. القوات الفلسطينية هيلعب مع شباب الأمعري الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. ومركز بلاطة هيلعب مع مؤسسة البيرة الساعة 7 مساء أيضا بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة هي فلسطين الرياضية أو الرياضية الفلسطينية. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، وباقي التوقيتات حالا هكون أمام حضراتكم. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا. بالنسبة لتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، من فضلك أضف ساعة، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 3. توقيت الإمارات وعمان أضف ساعتين، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 4. توقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا قلل ساعة، توقيت الساعة 2 هتكون الساعة 1. توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، الساعة 2 هتكون الساعة 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.